الإخوان المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان بغينا نعرفوا الناس اللي باقي ما كيعرفوش محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية فين تحولوا. الإخوان راهم تحولوا لحي الرياض قرب جيش الهدايا قريب الطريق السريع اللي كيدي لمدينة الدار البيضاء اتجاه مدينة سلا الجديدة. والإخوان هنا يرجعوا المحافظات والمجلس الأعلى للحسابات وكذلك المحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. نقربكم الإخوان منهم باش تعرفهم فين كاينين، الناس اللي ما كيعرفهمش فين كاينين باش نوريهم فين كاينين. خليكم على الفيديو الإخوان. الاخوان المشاهدين كما كتشوفوا معنا هادو هما لي موبل فاش كاين اللور ديالهم. كاين المحكمات ديال الاستئناف والمحكمه الابتدائيه بمدينه الرباط، هنا تم التحويل ديالهم. هاد لي موبل الاخوان هنا فين كاين حتى المحافظه العقاريه والمسح العقاري والخرائطي، هنا فين تا هما تجمعوا كاع مجموع ديال المحافظات اللي كاينين في وسط مدينه الرباط كلهم تجمعوا في هاد لي موبل اللي كاينين هنايا. هذا الطريق الاخوان اللي جايه من مستشفى ابن سينا السويسي عبر حي الرياض، والانسان كيوصل هنا لهذا الرومبو اللي قبل من الطريق السريع اللي كيدي للدار البيضاء وكيدخل منها على اليمين وكيدخل اللي بغى المحافظه او اللي بغى المحكمه الاستئناف او المحكمه الابتدائيه كيدخل من هنايا على اليمين. وكاين الطريق للناس اللي جايين من طريق الدار البيضاء يخرجوا في الطريق اللي غادي الاتجاه ديال اسواق السلام وقرب الجيش الهدايا. انتم الاخوان هنا تشوفوا هنا الدور على اليمين، هنا كتدخل كما كيبان لكم هاد لي موبل هادو اللي عالي هنايا راه تيبانوا في الطريق. الناس اللي كيديروا الطريق ديال الدار البيضاء على عبر اسواق السلام راه كيبان لكم هاد لي موبل هادو اللي كيشوفوا اونفاس مع الجيش الهدايا. الاخوان هنايا هادو هما لي باتيمون ديال المحافظه العقاريه اللي على اليمين، غير كتفوتهم كتلقى المحكمة الاستئناف واللور ديالها كاينة المحكمة الابتدائية.
غير التذكير الإخوان، المحكمة الاستئناف اللي كانت في شارع النخيل حي الرياض مدينة الرباط راه هي اللي تم التحويل ديالها إلى هاد لي باتيمون اللي كاين هنا جنب قرب قيش الوداية، وكذلك محكمة الاستئناف اللي بالرباط حتى هي راه كانت تحولات هنايا كما كتشوفوا معنا. هادو هما ديال المحكمة، وكاين اللور ديالها حتى هي المحكمة الابتدائية، كلهم مجموعهم هنايا لأن هنايا هاد الموقع استراتيجي مزيان وفيه اتساع، فين يوقف الإنسان، فين يستالي السيارات ديالو، يعني بلاصة متسعة مزيانة. هذا موقع جيد للإخوان لا بالنسبة للمحافظات ولا بالنسبة للمحاكم. وخليكم على الفيديو الإخوان، ونتمنى هذا الفيديو وهذا اللي وريناكم في هذا المحكمات وهذا المحافظات إن الإعجاب ديالكم، وما تنسوش تابونوا معنا في القناة اللي مازال ما تابوناش معنا في القناة، وما تنسوش البارتاج الإخوان، وما تنسوش ديروا لنا لايك. وشكرا جزيلا لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي، والسلام عليكم. Thank you.